السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نبدا معكم على الاي او اس 14 او الايباد او اس 14. طبعا الاي او اس 14 تكلمت عن فيديو الجزء الاول، راح يكون في جزء ثاني وان شاء الله ثالث. فالمقطع الجزء الاول ينطبق على الايباد او اس، نفس الشيء ما بيعيده مره ثانيه، فبس بنقول لكم الاشياء الجديده اللي في الايباد. تحط الويدجتس هنا، تحط الاشياء موجوده نفس الشيء، تكلم يطلع لك فوق، لو بتدق على سيري نفس الاشياء اللي تكلمت لكم عنها، تدق على سيري او بتطلع سيري مثل ما نشوف الخيار طلع لك سيري في الجنب بدل ما تطلع في الوسط، نفس اللي في الايفون. يا سوري، في ميزات جديده ما تكلمت عنها في الايفون، راح اتكلم عن الجزء الثاني، لازم قلت اقولها لكم هنا. الوول بيبر، نزلت وول بيبر جديده او ورق حائط جديده، فلو تضغط هنا راح تشوف ورق حائط جديده مثل ما نشوف هذه الثلاث اللي فوق، فهذه الاشياء الجديده اللي نزلت ما راح نكمل عليها، بس لكن قلت اقول لكم شوي عن الاشياء الجديده. الحين بتكلم لكم عن شلون ابل تبي تقرب الايباد من الماك. فالحين لو تفتح الصور مثلا، سلايد راح يكون عندك في الجنب هنا. اللي في الايفون الصور راح تكون عندكم تحت مثل ما نشوف الخيارات راح تكون عندكم تحت هنا. ابل الحين في الايباد سوتها نفس الماك، عندك سلايد في الجنب، ازعجك السلايد هذا او الخيارات اللي في الجنب ذيلي تقدر تكنسلهم كذا، تقدر ترجع لهم كذا. هنا الخيارات كلهم نفس اللي تحت، فور يو، الالبومز، ولو حذفت مثلا المحذوفات وكل شيء، كل شيء موجود هنا، وتقدر تعدل عليه طبعا مثل ما نشوف سلايدات الجديدة. هنا الاشياء اللي انا مرتبهم عندي فيطلعون اللي عندي هنا، او الاي كلاود شيرنج، اقدر اعدل، احذف ملفات، اعدل ملفات، كل شيء صار عندك هنا بدل ما يكون عندك من تحت يعني. فهذا الخيار الجديد، سلكت ما سلكت كلهم نفس الشيء. طبعا هذا الخيار موجود هنا وموجود برضو، يعني ما حطيته بس في الالبوم الصور، حطيته برضو في الكالندر. لو تفتح الكالندر تقدر تطلع السلايد عندك مثل ما نشوف طلعون اللي عندك في الجنب، فالاشياء دي تكون موجوده عندك في السلايدات كلها في الجنب. هذا الشيء الجديد اللي حطوه هنا. برضو عندك في الفايلز، فلو تفتح الفايلز عندك مثل ما نشوف السلايد صار عندك هنا في الجنب بدل ما يكون تحت. هنا الشيرنج برضو اذا كان عندك مثلا ملف شيرنج مع اشخاص فراح يطلع عندك فوق هنا، فهذا الخيار حق السلايد اللي في الجنب وين حطينا. سير تكلمنا عن كيف تغيرت سير هنا. الكولينج برضو مثل ما قلت لكم، لو تدق على شخص يطلع لك شعار من فوق ما يطلع لك على الشاشه كامله. اتوقع دي مفيده اكثر في الايباد اكثر من الايفون، لكن حطتها برضو في الايفون. برضو في السيرش الحين موجود حتى في الايباد. هنا السيرش لو نشوف كيف تسحب طلع سيرش صار اذكى، وتقدر تسوي سيرش في برامج كثيره عندك، اي كلمه تكتبها راح يسوي لك بحث، ما راح تكتب شيء، فلكن هذا الخيار هنا موجود. لو نتكلم عن النوتس، النوتس صار فيه ميزات كثيره. لو نفتح نوت جديده خصوصا بالابل بنسل، لو بتكتب شيء طبعا الى الان اتوقع ما يسوي لك بالعربي، اتوقع كله بالانجليزي. لو نكتب شيء مثلا مثلا وتبي مثلا تقلب هذا الكلام اللي كتبته، ما ادري هل باين عندكم ولا لا، مثل ما تشوف الكلام اللي كتبته، لو تبي تقلب الكلام هذا الى تكست بدل ما كتبته بالهاند رايت او بالكتابه باليد، فلو تضغط عليه مثل ما نشوف تقدر تحدد على الكل، تضغط عليه يطلع عندك هنا خيار كوبي از تكست، فبس تضغط له كوبي خلاص ينسخ لك الكلام اللي كتبته بايدك انت كتايبنج ككتابه. نفتح هنا مثل ما نشوف لو بنلصق لحق شخص تشوف على طول هي هاو ار يو مثل ما نشوف طالع عندنا هنا. فهذه الحركه اللي موجوده في النوتس. وبرضه لو تحط مثلا تبي تسوي شيب او مربع او شيء، فهو الحالي يقدر يحوله لك كشكل مثل ما نشوف مربع، دائره ما رسمتها عدل راح يحوله لك كدائره، مثلث ما رسمتها عدل يحوله لك مثلث، نجمه لو بتسوي يعني ما اعرف كيف اسوي النجم، اوكي حول لك اياها نجمه مثل ما نشوف. فهذه الخيارات اللي تحولت او تغيرت على السوفت وير الجديد في البرنامج الملاحظات. برضو في الايباد او اس الحين تقدر تغير البرنامج اللي عندك، مثلا لو تستخدم برنامج الميل الرئيسي مال ابل وتبي تغيره تقدر تخليه الرئيسي مثلا برنامج ثاني، حركه حلوه. او سفاري ما تستخدم سفاري، انت تبي تحط مثلا كروم تقدر تخلي كروم البرنامج الرئيسي اذا كنت تستخدم كروم يعني بدل سفاري. والكتابه برضو تكلمنا لكم في الملاحظات، مش لازم بس تكون في الملاحظات، في اي مكان يتقبل معك الكتابه. مثلا لو نسحب هنا، هذا هنا سيرش، اقدر اكتب هنا على طول ما يحتاج بالكيبورد ما يحتاج بشيء، مثلا اكتب هنا شوف كيف تنقلب عندي ذي المكان ككتابه. افتح مثلا الاعدادات عندي بكتب هنا على طول في ذا الخيار اللي فوق، دامي بس المس بالقلم يقوم يكتب لي مثل ما اشوف يكتب لي اياها على طول. فهذه الحركه حلوه في اي مكان يعني، في اي مش لازم برنامج رئيسي. ف مثلا يكتب لي اياها على طول مثل ما اشوف، يطلع لك الخيارات اللي هنا فوق تحت مثل ما نشوف سيرتش والكيبورد، تبي تطلع تبي بنسل سيتنج تسوي لك مينيمايزنج، خيارات تخليها في الجنب صغيره ترجعها مثلا
فحركة حلوة هنا حق الكيبورد برضو. تعلم في أشياء ثانية معمقة هنا شوي أو متعمقة شوي، مثل اللايف فوتوز تقدر تخليها ستابلايزيشن شوي أكثر، ستابلايزر. فإذا كان عندك مثلا صورة أنت مصورها لايف فوتو فتقدر تعدل عليها في ستابلايزر تحطها. فهذه الأشياء الخفيفة اللي حطوها هنا مش مهمة ذيك الدرجة، الأشياء المهمة اللي موجودة في الآيفون ودعموها هنا. لو الجزء اللي كنت تستخدمه والجزء الثاني اللي كنت أنت برضو تستخدم تحط صور والأشياء دي هنا، مكالمات سيري كيف صقروها. فهذه الأشياء المهمة، تغير البرامج مثلا، البرنامج هذا ما تحتاج سفاري تحط مثلا برنامج ثاني هو الرئيسي. البرايفسي تكلمنا عنه، البرايفسي في الآيفون أو إس 14 كيف تخيل البرنامج تشوف البرامج اللي تسوي لك تراك أو تتبع تكلمنا عنها، وإن الكاميرا إذا كان مفتوح عندك راح يطلع لك زي الدائرة باللون الأخضر فيعلمك البرامج اللي مفتوحة. وبرضو إذا نزلت برنامج وتوك فاتحه من جديد، يعني برنامج أول مرة راح تفتحه الحين، فمثلا تويتر الحين انا موقف عليه الوصول حق الصور، فلو اني فاتح هنا وبضغط على الصور اول مره فتحها راح يقول لك الخيارات اللي بقول لك اياها الحين. لو تخش الاعدادات تروح مثلا البرايفسي بروح حق الصور، فلو ضغط على الصور الان في خيار في تويتر هنا او في اي برنامج ثيرد بارت يعني محمله من اب ستور، تقدر من نفس البرنامج لو ضغطت عليه تقدر تخليه يوصل حق الصور كلهم، تقدر ما تخليه يوصل حق الصور كلهم او كلش ما يوصل حق اي صوره، او انه بس سيلكتد المختارين تضغط هنا تختار الصوره اللي بس يقدر يوصل لها ما يقدر يوصل حق اي صوره ثانيه. مثلا بختار هنا اضغط دان بس. الحين لو بروح هناك في تويتر وبسوي تويتر مثلا جديده بضغط عليه هنا مثل ما نشوف سيلكت مور فوتوز ولا بس كيب كرنت سيلكشن، بس هذه الصوره اللي وصل لها. ابي اسوي سيلكت اضغط هنا، هنا راح يستعرض الصور اللي عندي بس الى الان البرنامج تويت بوت ما وصل له. اذا كنت مثلا فاتح برنامج انت تحس ان البرنامج ما ادري هل بيسرق صورك او شيء فتسوي ذي الحركه مثلا، اوكي ابي يوصل حق ذي الصوره ذي الصوره ذي الصوره ذي الصوره بس تفضل. الحين خلاص البرنامج نفسه لو بسوي تويته جديده مثل ما نشوف بس الصور ذي اللي يوصل لهم ما يوصل حق الصور كلهم اللي في جهازي، فالسكيور صار اقوى. تضغط هنا يطلعون لك اللي عندك هنا بس لو بتحدد عليهم مثل ما نشوف هذا حدهم بس ما تقدر تطلع الصور كلها. فهذه الخيارات كلها وانت تقدر من نفسك تتحكم فيه، تقدر تخليه ما يوصل حق ولا صوره، كل الصور يوصل لهم الا الصور بس اللي بسوي لهم سلكت، فانت بكيفك من هنا. هذا الخيار موجود برضو على الايفون مش بس هنا، بس ما تكلمت عن الان في الايفون راح اتكلم عنه في الجزء الثاني ان شاء الله. فتقريبا هذه كل الميزات، الميزات مش كثيره لكن حلوه. مثل ما نشوف لو نفتحها لكم هنا الايباد او اس، الايباد او اس هو نفس الاي او اس، هذه الميزات مجتمعه مع هنا. فمثل ما نشوف الميزات كلها، الخيارات اللي كتبنا الميموجي تكلمنا عنه هناك، اللايف فوتو تكلمنا عن ريمايندر مش كثير اشخاص يستخدمونه، الكونفرزيشن برضو مثلا هنا تسولف مع اشخاص كثيره في الرسائل عندك في الايباد او في الايفون برضو ما تبي يختلطون مع الرسائل اللي تحت، فايش تسوي انت؟ هذا الشخص تسولف معه كثير تقدر تخليه بين هنا فيصعد لك فوق هنا مثل ما نشوف، خلاص يكون رقمه فوق فما ينزل تحت، خلاص ما يحتاج تدوره كل مره وترفعه فوق، بس تحطه هنا نفس الحركه. لو تفتح الايفون عندك بما انه في نفس الاي كلاود فبس تنتظر شوي راح يطلع اسمه من هنا، نفس الشخص اللي حاطه مثل ما نشوف طلع لك هنا، اي حركه تسوي هناك تجي لك هنا. فهذه الحركه حلوه، خلاص اشخاص اللي تبي تكلمهم على طول اضغط هنا وتشوف اسمهم على طول فوق. فتقريبا هذه كل الميزات او هذه كل افضل الاشياء اللي نزلتها ابل لكم. فطبعا في نويز كونسليشن برضو، وانك مثلا لو تسجل صوت فتسوي ريديوس لحق او تقليل الازعاج اللي حولك اصلا بتسجل صوت في الايفون ولا في الايباد، فبرضو حركه حلوه. ابل كليبس تكلمت عنها في الايفون، الكتابه برضو لو بتكلمكم عنها يعني مثلا الحين هنا الاصل طبعا العربي لان الحين ما اتوقع يدعمونها، لكن وانا الكتابه حقتي كلش فاليابانية تدعمها الحين. مثلا عندك انت كذا لغة، انا الحين الى الان في الكيبورد عندي لغتين العربية والانجليزية، يدعمون لغات ثانية لكن الان ما يدعمون العربية. مثلا انت قاعد تكتب تقدر مثلا بالانجليزي تكتب حق الشخص وتكتب له بعدين بالياباني، ما اعرف بالياباني انا لكن تقدر تسوي حركة وتنضاف عندك بالياباني، ما يحتاج تغير اللغات الجهاز بنفسه يعرف، فان شاء الله في المستقبل تقدر تكتب على طول بالسرعة دي. فطور القلم مرحلة يعني جديدة
وعجبتني الحركة. بس تقريبا ما نبي نطول عليكم في الايباد او اس 14، انتظروني في فيديو قادم للاي او اس 14 الجزء الثاني، راح اتكلم لكم عن بعض الميزات الثانية اللي ما تكلمت عنها ابل غير الميزات اللي مكتوبة هنا. هذا الايفون او اس مش كل الميزات هذه، لا في ميزات ثانية ابل ما تحطها، ما في وقت يعني تشوفون المؤتمر الحين ساعتين وما تكلم عن كل شيء. تخيلوا يجلسون معاكم ويقولون لكم كل شيء متى نخلص، حتى الايباد او اس يعني، حتى الواتش او اس الى الان ما تكلمنا عنها، راح نسوي لكم فيديو لحق الواتش او اس بيكون خفيف ولطيف لانه ما في اشياء كثيره. فلا تنسون اشترك في القناه عشان تشوفون كل جديد، واشترك في حسابي في سناب شات تشرف اضافتكم، ونشر المقطع، لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني افضل دعاكم، والسلام عليكم.